بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا حيكون عن الـ mHealth Apps أو Mobile Health Apps، وأنا بتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الموضوع اللي هو من المواضيع المهمة هالأيام هاي. حيكون الشرح باللغتين العربية والإنجليزية لأنه في عنا متابعين خارج الوطن العربي. Today we are going to talk in Arabic and English about an important topic which is mHealth live video available in English because not all of our fans are from Arabic language speaking countries, and we want to share this information with all of you. mHealth or mobile health is a term used for the practice of medicine and public health supported by mobile devices. Those devices may be Android or iPhone devices. The users can download these apps from Google Play or App Store. المستخدمين اللي عم يستخدموا التطبيقات هي هن اما عندهم اجهزه داعمه الاندرويد وبالتالي عم يقدروا هن ينزلوها عن طريق جوجل بلاي او المواقع المنافسه الشبيهه فيه او عن طريق الاب ستور اذا كان عندهم هن جهاز ايفون. حوالي 97 ألف أو يزيد يعني من هالتطبيقات هي إلى علاقة بمجال الصحة واللياقة البدنية. وبالنسبة للتوب 10 أبس المتوفرة، فهالأبس هي العلاقة بالصحة هن تم تنزيلهم أكثر من 4 ملايين مرة فري، بينما 300 ألف مرة بايد، لأنه مو كل الأبس هي مجانية، في عنا أبس مدفوعة. وحوالي نصف مستخدمي هالسمارت فونز هنن عم يستخدموا التطبيقات هي لحتى يحصلوا على انفورميشن العلاقة بمجال الصحة او مثل ما قلنا الفتنس. هلا بالنسبة ل هالبيشنتس هدول هنن عم يعرفوا بالاي بيشنتس، وهنن حتى عم يستخدموا الانترنت بالبحث ضمن مواقع موثوقة او حتى غير موثوقة عن كثير من المعلومات الدوائية والصحية حول تشخيص حالة مرضية معينة ومناقشة الأشياء هي مع الأطباء تبعهم. في أطباء عم يتقبلوا هذا الشيء، في أطباء ما عم يتقبلوا هذا الشيء. Okay, so more than 97,000 mobile apps are related to health and fitness, and about half of smartphone users gather health-related information on their phones. And top 10 mobile health apps generated up to 4 million free downloads and 300,000 paid downloads per day. It's a huge number. بعام 2017 رح تكون عائدات الماركت هذا اللي له علاقه بهالابس هي او التكنولوجيا المتعلقه فيها حوالي 26 مليار دولار، وحوالي نصف مستخدمي اجهزه الموبايل الذكيه رح يكونوا منزلين هالتطبيقات عندهم. By 2017, the total mobile health market revenue will reach to $26 billion, and half of smartphone users will have downloaded mobile health apps. We will see here that weight loss and exercise is the most popular types of these apps available for public, and followed by women's health apps, sleep and meditation apps, pregnancy, any app related to pregnancy, tools and instruments and other apps. So حنشوف لحنا هون انه في كثير من المستخدمين هون عم يستخدموا الابس هدول المتعلقه بالمساعده على خساره الوزن خاصه الفتيات. طبعا بالنسبه للذكور ايضا اللي هن عم يعانوا من بدانه كمان عم يستخدموا هالتطبيقات هي، او عم يستخدموها من اجل غايات يعني تمارين رياضيه مثلا هن عم يعني يقوموا فيها. وفي كثير من التطبيقات اللي لها كثير من الاستخدامات وافكار كثير ذكيه ويعني ابداعيه حول استخدام هالتطبيقات هي بالتمارين الرياضيه المختلفه. طيب مثل ما قلنا حتى بالحمل حتى للوومن هيلث او الصحه النسائية، ففي كتير من الابس وعداد كتير كبيرة من الداونلودز سواء كان مثل ما قلنا free or paid downloads. This is an impressive statistics regarding mHealth apps.
We will see here that more than half of those users are males, and the majority of them use social media for health, and about 3/4 of them take a prescription, and 1/3 of them are caregivers. 1/3 of them also own an iPhone device, and the majority of them have a smartphone. Their average age is 35 years, and 60%, about 60%, downloaded mHealth app. حنشوف انه اكثر من نصف اليوزرز هدول هن يعني ذكور, و الاغلبيه هن عم يستخدموا السوشيال ميديا لحتى هن يعني يحصلوا على معلومات صحيه او دوائيه. وهلا نحن حكينا المره الماضيه عن التوصيه اللي وصى فيها الدكتور كيفن كامبل وهو طبيب قلبيه بالولايات المتحده الامريكيه حول استخدام السوشيال ميديا بالطب. هو قال كمان يعني انه السوشيال ميديا هي مستقبل الطب, هيك قال يعني. ولكن كيف نحن نستخدمها بطرق ابداعيه وذكيه ومناسبه لغايات صحيه او لغايات توعويه او لحتى نحن نقدم فيها افضل رعايه صحيه عبر خدمات معينه بالمستقبل, فهذا الشيء هو صعب ومو سهل وبحاجه لدراسه. مثل ما قلنا كمان هون حوالي تلت السمارت فون يوزرز هن كير جيفرز, قد يكون اطباء صيادله ممرضين. تلتهم عندهم ايفون ديفايسز, ونسبه منيحه هن بيمتلكوا سمارت فون, اما انه يكون بشكل موبايل يعني او ممكن يكون بشكل تابلت. هلا في نسبه منيحه كانت تستخدم اللابتوبات والكمبيوترات, ولكن عم يتحولوا هلا لشو, لاستخدام اجهزه الموبايل والتابلت لانه هي اسهل لهم بالاستخدامات اليوميه. 80% of physicians use smartphones and mobile medical apps. 93% of physicians believe that mobile health apps can improve patients' health, and 93% of physicians find value having a mobile health app connected to emergency health. هي كلها يعني احصائيات مبشره, لكن مثل ما قلنا انه مو كل الاطباء مو كلياتهم هن familiar with these apps, او هن احيانا قادرين على تقبل انه يكون في عندنا شيء اسمه اي بيشنت وعم يناقشهم بحالات مرضيه معينه. مو كل الاطباء عندهم هالقدرات هي. 40% of physicians believe mHealth technologies can reduce the number of visits to doctors' offices, and about 1/4 of physicians are using mobile technology to provide patient care. And in the future, we will see great services regarding implementing these new ideas in the area of Internet of Things. But still need some time to see these services around the world. But the future is coming, and these apps are the future of making the healthcare more efficient to both parties, for patients and healthcare professionals. You can see more infographics from Great Call. I like this infographic and I share this information with you. هلا مثل ما قلنا اهم الاشياء اللي نحن حكينا عنها اليوم بهذا الفيديو هي انه مستقبل الرعاية الصحية عم يكون متوجه نحو استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي. يعني حتى في دراسة جديدة اظهرت اهمية الذكاء الصناعي بقدرته على التنبؤ بالمرضى يلي هن يعني عم يعانوا من الهارت فيلير, و قديش متوقع ان هن يعيشوا, او قديش قدرة القلب تبعهم على يعني على التحمل, هل هو حيعيشوا 6 اشهر, سنه, سنتين, قديش درجه الضعف يلي عم يعاني منها المريض, طبعا ضعف العضله القلبيه. اذا عم نشوف هون استخدام التكنولوجيا, الذكاء الصناعي, حتى حكينا عن استخدام ال 3D printing يعني بالهيلث كير سيتنجز. فنحن هلا عم نعيش يعني disruptive technologies in healthcare, ولكن تحتاج بعض الوقت لحتى نشوفها بشكل أكبر وأكبر. ولكن نحن هلأ يعني على عتبة دخول
مستقبل مبهر للرعاية الصحية. حنشوف هل تطبيقات هاي تكنولوجية، طبعا ما عم بقصد تطبيقات الموبايل، تطبيقات تكنولوجية بالمشافي، بالعيادات، بالصيدليات، حنلاقي أشكال جديدة من الصيدليات بالمستقبل، خدمات فظيعة بالمستقبل. حتى حكينا عن إدخال الروبوتات بالإمارات، هذا الشيء لا يعني إنه دور الصيدلاني انتهى، وإنما هذا يعني إنه الصيدلاني مو دوره الأساسي هو فقط بصرف الأدوية أو حفظ الأسماء التجارية فقط. نحن كصيادلة لنا أدوار كتير حيوية وهامة، خاصة لو إحنا فهمنا عصرنا هذا اللي إحنا عايشينه، شفنا وين التوجهات المستقبلية رايحة، عرفنا شو هي آخر الإبداعات والأفكار المتعلقة بمستقبل الرعاية الصحية. فهيك ساعات إحنا نقدر نعرف أدوارنا الحيوية، ونعرف كيف نحن فينا نقدم خدمات حديثة جدا بالمستقبل تناسب روح العصر. طبعا ما نكون outdated، لأنه لازم نكون إحنا updated دائما مع آخر الدراسات، مع آخر الأبحاث، مع آخر التطورات والتوجهات حول العالم. فهيك نحن بنقدر نقدم أفضل رعاية صحية بتناسب جميع المرضى. ومثل ما قلنا ما نكون outdated، يجي المريض هو يكون e-patient، هو عم يدور عن كتير معلومات وجايب مصادر ومراجع وآري وآي محاطط، وآخر شيء الطبيب ما يكون يعني عنده حتى القدرة على تقبل مثل هيك نمط من المرضى. أوكي، كان معكم رامز. Thank you really for watching and stay tuned.